السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. على مائدة جديدة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية التي ظلمت في حياته وبعد استشهاده. الإمام عليه السلام يقسم الرزق على قسمين. إخواني، أولا عندما نقول كلمة الرزق يتبادر إلى الذهن النقد، الذهب والفضة والرصيد في البنوك، هذا هو الرزق. نقول مثلا الجلوس بين الطلوعين ليقضى بين الطلوعين يوجب زيادة الرزق، قراءة الواقعة ليلا توجب زيادة الرزق، صلاة الليل مثلا توجب زيادة الرزق، الاستغفار من موجبات زيادة الرزق، وهناك موجبات أخرى لزيادة الرزق، ولعل من أهم موجبات زيادة الرزق ترك المعاصي والذنوب. المعصية تضيق الرزق، نعم الأرزاق تضيق بالمعصية. يكتب للرجل رزقا حلالا طيبا فإذا عصى ربه حرم ذلك الرزق، حتى أن هنالك نعم لعل بعض النصوص تدل على أنه حتى الحيوان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل ونسي تكليفه، الطير يصاد عندما ينسى الذكر، إن صحت هذه الرواية. المهم ليس شاهدي في هذا، أقول الرزق معنى عام. البعض يقوم بهذه الأمور ولا يزداد رزقا ماديا بل يزداد انتكاسة، يقول أين الرزق الذي وعدناه، وهو لا يعلم أن الرزق معنى عام جدا، آخره المال، آخره المال. أولا أهم الأرزاق الإقبال القلبي. أنت اليوم إذا جئت المسجد وصليت صلاة خاشعة فيها بكاء فيها أنين فيها حنين، وخرجت من المسجد وأصابك حادث سير، خسرت 100 دينار، أين هذه الخسارة وأين هذا الإقبال؟ إذن إقبال القلب من أوسع أبواب الرزق. في عالم الدنيا أول رزق في عالم الدنيا الزوجة الصالحة، هذا رزق. شاب يقوم الليل لا يفتح له أبواب المال ولكن يعطى زوجة صالحة، ما رزق الإنسان بعد الإيمان أفضل من زوجة صالحة. بعد الزوجة الصالحة الذرية الطيبة، إنسان فقير له زوجة مطيعة وله ذرية صالحة. أنا أعلم بعض أولاد الفقراء أبوهم مات ما ترك لهم شيئا، ولكن إلى الآن يلهجون بذكره، يعملون الصالحات من أجله. لعل البعض منهم لا يفوت في اليوم ركعتين صلاة لوالديه اللذين لم يورثانه درهما واحدا، والبعض يأكل ويرتع من ملايين أبيه ولا يذكره بفاتحة في اليوم. إذن الولد الصالح أيضا رزق. بعد الولد الصالح يأتي النقدين والذهب والفضة. فإذن الرزق كما قلنا معنى واسع. بعد هذه المقدمة القصيرة يقول صلوات الله عليه: رزق تطلبه ورزق يطلبك. بعض الأوقات الإنسان يسعى وراء شغلة معينة، ربح معين، شركة معينة، لا يجد إلا الخسران. وبعض الأوقات إنسان بعمل بسيط وإذا بأبواب الرزق تفتح عليه. يقول عليه السلام في كلام منطقي علمي، يقول: أنت إما أن تبقى لآخر السنة أو ستموت. كل إنسان في هذه السنة إما أن يبقى أو لا يبقى. يقول: إن كان المقدر أن لا تبقى بعد 6 أشهر ملك الموت حجز زيارة لك، فإذا لماذا تحمل هم السنة؟ إذا أنت في هذه السنة سوف لن تبقى فلا تحمل هم السنة. وإذا كان رب العالمين إن شاء الله أمد في عمرك، إذن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رب العالمين عندما يقول علي رزق الدابة كأنه أوجب على نفسه.
فيقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فلا تحمل هم سنتك على هم يومك. أنت اليوم وتعيش هم السنة. نلاحظ بعض الآباء الولد في أول ثانوية، فلان ما بك مهموم، يقول: أنا لا أدري في أي جامعة أدخل ابني. الآن هو بعد 3 سنوات يتخرج ويحمل هم ولده بعد 3 سنوات. هذا ليس من سنن الأولياء، هذا يسمونه طول الأمل. يقول: فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك. إذا كانت السنة مقدرة أن تبقى فيأتيك الرزق كما قسمه تعالى، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك. لا تحمل نفسك هم سنة لا تأتيك. إذن إخواني، في ختام الكلمة أقول بأن المؤمن يطلب من الله رزقا واسعا. هذا الرزق ما هو؟ إقبال للقلب، زوجة صالحة، ذرية صالحة، مال وفير. دع رب العالمين يختار لك ما يشاء، فهو البصير بعباده. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يعلم ما يصلحك وما لا يصلحك. هنيئا لمن عاش هذا التفويض. إلهي، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، أبلغه عنا تحية وسلاما. والفاتحة مع الصلوات.